انا بسم الله الرحمن الرحيم، انا غادة عبد المنعم، بشتغل في جهاز شؤون البيئه. ان شاء الله هيبقى في سفر لتركيا خلال الايام اللي جايه، وانا اتقدمت بورقي للسفاره للقنصليه التركيه هنا في اسكندريه. وبصراحه ما توقعتش ان انا الفيزا هاخدها تاني يوم، لكن كان في اجراءات سهله جدا ان انا اخد الفيزا. فانا بشكر القنصليه وبشكر سياده القنصل ان هو يعني اخذت الفيزا بصوره سريعه جدا، لان السفر فضل لي حوالي 3 ايام. وانا يعني بصراحه من زمان انا كان نفسي ان انا اسافر تركيا. تركيا بلد جميله، انا هسافر انقره بس، كان نفسي اسافر لاسطنبول، بس ان شاء الله هسافر لانقره باذن الله، هيبقوا 3 ايام. وانا يعني كنت احب جدا ان انا اسافر لتركيا لانها بلد جميله وفي مصريين كتير بيسافروا فيها، وانا اتمنى ان كل يعني يبقى في علاقات ان شاء الله كويسه، وكل المصريين يسافروا تركيا وتركوا كمان يجيبوا اسكندريه، وان شاء الله يبقى في علاقات كويسه ان شاء الله باذن الله.